مايا رحل من ومضة، جزء من سلسلة رائد أعمال الأسبوع. معنا اليوم رانيا وزينة من أناناسا، منصة لتجارة الأعمال اليدوية على شبكة الإنترنت. كيفكن صبايا؟ الحمد لله، الحمد كيفك لله. انتي؟ مين رانيا ومين زينة؟ أنا رانيا وأنا أوكي، زينة. هاي. وصفوا لنا شوي أناناسا. أناناسا هو متجر على الويب لأي حدا بيعمل أعمال يدوية، فن، إكسسوارات، أواعي، ونحن بنعطيهم الفرصة إنه يفتحوا متجرهم الخاص فيهم ويوصلوا العالم بدون أي حدود. مين بيقدر يعرض أعماله على أناناسا؟ ومين الجمهور اللي بتتوجهوا لإله؟ يعني احنا بنقول انه اي حدا بيعمل حرف يدوية او بيعمل فان او بيعمل اكسسوارات وما عنده أواعي. اواعي، اي شيء بيقدروا يعملوه هم، يعني مش جايبين ناس يعملوه. اذا هم بيعملوا اشي وبحبوا انهم يسوقوا حالهم بس ما عندهم المصاري مثلا انهم يفتحوا شركتهم او يفتحوا متجرهم، هو اكثر من شركتهم، بالزبط. يعني هو انه ما عندهم ذات المصاري انه يفتحوا راس المال، يعني رأس ما المال. عندهم راس المال ولا الخبره انه يقدروا يسوقوا حالهم مثلا، بيجوا بحطوا متجرهم عنا واحنا بناخذ هاي الخبره، بخبرتنا بنعمل لهم تسويق وبنجرب نوصلهم وبنحكي عنهم وبنشرح عنهم وكيف بدوا قصتهم. ف يعني من ايمنهم وجع راسهم بيسكلي، عشان هو يركزوا على الاشياء اللي بحبوا يعملوها. كثير منيح، كثير حلو. وكيف بتلاقون للأشخاص والفنانين اللي يعرضوا أعمالهم على أناناسا؟ فينا نسميهم فنانين صح؟ هم فنانين، عشان كل حدا على أناناسا فنان in his own right، بطريقته المعينة، بطريقته الخاصة. كيف بتلاقون وكيف بتختارون؟ بنختارهم أكثر إشي أونلاين، يعني على فيسبوك. كثير بيساعدنا السوشيال ميديا إنه نلاقي فنانين بالمنطقة، وكمان نوع هذا يعني المجال اللي احنا فيه انه كثير ناس بيحكوا مع بعض، في هاي الروح الاجتماعيه، انه بايع بيحكي لبايع تاني، بيحكي لفنان تاني، وهاي الطريقه اللي بيجوا هم اللي بيجوا هم لنا، يعني فنحن بندور عليهم وبنفس الوقت هم بيجوا لنا، يعني بنروح على بازارات، بنشوف كل البازارات بالمنطقه، بنجرب نزورهم عشان نلاقي فنانين دائما. يعني وبالنسبه للجمهور اللي رح يشتري القطع اللي رح تنعرض على المتاجر تبع كل فنان، مين 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 لمين بتتوجهوا اكثر شيء؟ اي بلدان؟ هلا احنا اول شيء عم نبدا بالجي سي سي، فالسعوديه، الامارات، قطر، بحرين. الكويت، بحرين، ويعني احنا كل أناناسا لقلنا مش بس نخليها بالشرق الأوسط، قلنا إنه بدنا نطلع كل هدول الأشياء الجميلة برا عشان العالم يشوفوا قد ايه في أشياء حلوة بالشرق الأوسط موجودة. فإحنا يعني بنشوف أناناسا عم تطلع حوالي العالم، مش بس هي يعني بمنطقة معينة بالشرق الأوسط، إحنا عم نوسعها عشان الناس بهاي المنطقة تعرف إيش الناس التانيين عم بيعملوا، وبنفس الوقت نحب ناخدها على أساس إنها تلف كل العالم. يعني نحن يعني أمنيتنا بعد فترة إنه يكون في من كل بايع عنا قطعة ببيت حدا تاني بالعالم، يعني بدنا نجمع الناس مع بعض بهاي الطريقة، إنه بطريقة إنه الشرق الأوسط فيها أشياء كتير حلوة، فيها مواهب، فيها ناس موهوبين، فبدنا نجمع الناس على الإشي الحلو، مش بس هذا البرسبشن إنه الشرق الأوسط إنه فيها أكم من موضوع بس بحكي فيه، لا، نحن عنا كتير جمال وكتير ناس موهوبين لازم نحكي عنها ولازم العالم تعرف عنها. صح، وبلشتوا تلمسوا هيدا الشيء؟ عم تلاحظوا إنه تقريبا يعني شوي عم بيجينا من هلأ من لندن، بدينا في سيلز بلندن، وكمان عم ندخل على البلوجز تبع امريكا وتبع يعني برا الشرق الاوسط، عم ندخل على بلوجز، وما يعني ما بتصدقي قد ايه الناس هناك عندهم حب، عندهم يعني بيقدروا الفن الموجود بهاي المنطقه اكثر من ما نحن بنقدره، يعني خاصه الفن الشرقي. بالضبط بالضبط، وهذا اشي كتير حلو نشوفه، يعني كتير حلو هذا الاشي بنشوفه، انه
صح أكيد. يعني احنا كمان بنقول انه حتى الناس الموجودين بالشرق الاوسط لما يشتروا اشي من اناناس عم بيشتروا اشي مش موجود باي مول ولا اي سوق، عم بيشتروا اشي انعمل بكل الحب وكل التقنية يعني الموجودة، وفي قصة ورا كل اشي بيشتروه. فهم بيكونوا يعني افراد اشخاص مختلفة عم تشتري اشياء هم بيحبوها اللي هي في قصة بتعبر من وراها، بتعبر عن حالهم بالضبط. طيب في حال الفنان اللي عم بيفتح هذا المتجر الإلكتروني على أناناسا ما عنده اطلاع كبير على تقنيات عرض البضائع والسي ام اس وكيف بيتعاملوا مع البرامج الإلكترونية، بتقدمون تدريب بتساعدون شو بتعمل؟ أكيد أكيد. هلأ اللي مش كتير شاطر بهاي التكنولوجيا نحنا من سوي له متجره، يعني من سوي السيت اب ومنساعده منعلمه كيف هو يضل يحط اشياء يقيموا اشياء، فمنقعد معهم ومن يعني مندربهم بيسكلي كيف يستعملوا السيستم. السيستم تبعنا سهل، يعني اذا بتفتحي فيسبوك بيج بتقدري تفتحي متجر على الناس، مسوينه كتير سهل عشان الناس يكون في هذا السهوله بالتعامل. يعني مين الفريق اللي بيشتغل على اناناسا اليوم؟ يعني هلا احنا بنحب غير كل انت اكيد احنا مسكينه عشان بنحب انه الناس يكون لها اسم، انها تكون الناس يفهموها بالطريقه اللي احنا فاهمينها ويشوفوها بالطريقه اللي احنا شايفينها. فبهمنا انه كل الحكي اللي بنحكيه ولا كل شيء بيطلع عنها ولا كل البرس والميديا يعني تكون مركزة على قصة أناناسا وإيش هي وين بدها توصل. بس طبعا عندنا كثير مساعدة وبدونهم صراحة إحنا ما بنقدر نعمل اللي عم نعمله، ما بنعمل كل شيء. عندنا ديفلوبر يعني اي تي تكنيكاليتيز طبعا بيساعدونا، عندنا جرافيك ديزاين للديزاين لإشي بدنا نعمله، إذا عندنا مثلا كامبين أو عندنا إشي عم بدنا نعمله يعني مع الناس بيعملوا لنا ديزاين تبعه كيف شكله كيف لازم يكون. وعندنا بي ار تيم كمان بيشتغلوا لنا على الميديا اوتريتش. حلو. ليش قررتوا تبنوا اناناسا وكيف اطلقتوا المشروع؟ زين انت بتبدي هاي القصه اللي انا احكي انا بستحي من هاي. اوكي بيسكلي نحن نقلنا على دبي قبل سنتين وزينة بترسم وعندها سطور على اناناسا، يعني متجر اناناسا كثير حلو. اوكي روحي شوفي ايش اسمه، بيري 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 بيري. فبيسكلي لما نقلنا هون قبل سنتين فزينة لما كانت ترسم بمونتريال كان سهل تعرض اشيائها في هاي الكلتشر انه في كثير فن كل محل، وسهل لاي فنان جديد انه يدخل ويحط شغله يمكن بالمطاعم او بهاوي، يعني بتقدري شغلك. لما اجينا على دبي لقينا شوي صعوبة أكتر للفنان اللي هلأ عم بيطلع ولا هلأ عم بيبدأ، ما في هذا السهولة يعني، أو إذا بده يفتح يحط أشياء بجاليري معينة أو بده يفتح محله أو بوتيك خاص فيه، لقينا كتير فيها دون مشاكل. فصرنا أو زينة قررت إنه تفتح ويب سايت تحط صورها وإنه تفرجي صورها لمين بدها، يعني ما في هذا الحدود يعني. فبعدين صرنا نحكي مع كتير ناس ولقينا قدي في عندهم مشاكل الشحن، مشاكل رأس المال، مشاكل انه ما بيعرفوا يبدوا ويب سايت او يحكوا مع هذا الديفلوبر ولا هذا المصمم الويب سايت يعني. فقلنا ليه ما نفتح هذا نسوي يعني نطوره لويب سايت مش بس بتفرجي شغلك ومش بس منفرجي شغل زينة بس منفرجي شغل مايا مثلا، منفرجي شغل دينا واحمد وكل هدول الناس اللي بالشرق الاوسط اللي مش عارفين كيف يوصلوا لبرا. فسوينا لهم هذا الويب سايت بقدر مش بس يفرجوا شغلهم يبيعوا شغلهم، ومن يعني بنعطيهم شحن اسعار شحن افضل من ما يمكن هم بيقدروا يجيبوها. فانه عن جد عم نأملهم وجع راسهم بس عشان يسوي شغلهم. شو كانت اهم التحديات اللي واجهتوها خلال هذا الشيء اللي عم تحكوا عنه؟ هلا اكيد التحديات ما بتوقف عشان هيك احنا بضلنا مستمرين يعني، بس من بقدر احكي من اصعب التحديات هي بوابه الدفع زي اي شركه بتفتح اونلاين، يعني لسه هاي المنطقه لها هذا الشيء جديد، فلنقدر نتعلم ونقدر نبني بوابات منيحه عشان الناس كمان تصير تثق ب انه تدفع استعمال ماستر كارد او الفيزا كارد، عشان نحن ما عندنا كمان كاش اون ديليفري يعني نحن وير كومبليتلي اونلاين. فهذا الشيء لسه الناس
يعني في ناس مش في ناس تدفع بس لسه يعني اكبر عائق هو انه عم بتدرسي الناس او عم بتفتحي عيون الناس، وكمان عم بتستعملي تكنولوجيا لسه مش كتير متقدمة بالمنطقة. في تردد كتير على الدفع أونلاين بعد بالمنطقة العربية اليوم. مزبوط. خلينا نفوت شوي بالتفاصيل، كيف مولتوا المشروع وكيف عم تسوقوا له اليوم؟ هلا تمويله منا، احنا قعدنا تقريبا 3 سنين نشتغل 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 ونحوش نحوش نحوش لا قدرنا بدينا يعني. بيهمنا انه نكون احنا مولين مولين اناناسا او هذا البروجكت، عشان بالنسبه لنا لما انت تكوني مولي شيء ما بيكون عليك الضغط انه بس لازم تحوليه لتعملي مصاري تعملي مصاري، بس بيكون تقدري اكثر تركزي انك تبني شركه، تبني اسم، تبني كونسبت. فهذا الاشي بيساعد من ناحيتنا انه احنا مولينه، بس طبعا مين ما بحب المصاري وبالاخر انه كل بزنس بده يكبر لازم يتمول. بس بهمنا كمان انه اذا مندخل حدا معانا يكون عنده يكون عنده استراتيجي، يكون عنده تكتيك، يقدر يزيد هو معلومات مش بس يزيد مصاري، ويكون يعني بشاركنا او بتشاركنا بالاطلاع المستقبلي تبعنا، انه مش بس انه طبعا طبعا انتوا عم تبنوا مجتمع بالنهايه، يعني مش بس عم تفتحوا متجر اونلاين. اكزاكتلي. كيف عم بتسوقوا لاناناسا؟ هلا اونلاين كثير عم نعمل تسويق، عم نستعمل اس اي او اس اي ام، هذول البيسكس يعني ما بقدر اترجمهم بالعربي، ما بعرف اذا لهم ترجمه اصلا. بس فهو كثير بهمنا انه على جوجل على ياهو يطلع لما الناس يدور على اشياء حرف يدويه بالمنطقه او شناتي معمولة بالمنطقة بالإيد نطلع إحنا. طبعا طريقة تانية هو زي ما راني قالت، هو الإشي لحاله يعني بتفرع، لما فنانة تحط متجرها بتصير تحكي لكل صحابها ولكل مجتمعها إنه هي صار عندها هلأ متجر خاص فيها، فناس تتحمس والناس تصير تعرف إشي أناناسا. بوصلنا إيميلز من ناس بيحكونا بس بدنا نصير من مجتمعك، إحنا ما بنعمل إشي بس بدنا ندخل معاكم، بدنا نعمل إشي زي ما أنتوا عم تعملوا. فهذا إشي كثير يعني إيجابي لإلنا، وإحنا الصراحة كثير مبسوطين من الردود اللي عم بيجينا من الناس. حلو. طب المنصة كيف رح تعمل مردود مالي؟ شو الخطة؟ هلا نحن عشان تفتحي متجر اتس انه بلاش، ما في ممبرشيب فيه، بس بنسوي ابروفل او من بنشوف ايش بتسوي، اذا انت عن جد عندك شغف بالشيء اللي بتسويه، يعني بتحبي اللي عم بتسويه، عشان بهم يكون معنا ناس جديين بيعرف شو عم بيسووا بحبوا اللي عم بيسووه. هلا بس يسووا سيل على الويب سايت نحن بناخذ نسبه من السعر اللي من البيع. اوكي اوكي. قديش النسبه تقريبا؟ هي 30%. واحنا بنحكيها يعني عشان هي موجوده على الويب سايت، انت لما بدك تفتحي متجرك لازم يعني تحكي انه انت موافقه على الشروط تبعونا، والشروط تبعونا بيحكوا كل هدول الاشياء. يعني نحن بنحب نكون مفتوحين ونعطي قد ما بنقدر معلومات للبايع ولكل حدا عم بتعامل معنا، عشان ما يحسوا في اشي عم منخبي او ما عم نحكي لهم اياه. سهو احنا حبينا نحكي انه نحكي لهم انه 30% عشان ما منزيد عليهم الاسعار. يعني مثلا لما نحولهم مصاري باخر الشهر مصاريهم، نحولهم على البنوك ولا نعملهم ويسترن يونيون ولا نحولهم على باي بال، ما منزيد لهم هذا ما منزيد لهم هدول كوستس، احنا بناخذهم من 30%. فاحنا حطينا هذا الرقم عشان يقدر يعني نقلل من وجع راسهم، نقلل من وجع راسهم بدون ما نحكي لهم بناخذ هالقد زائد هذا زائد هذا زائد هذا. اكيد اكيد. شو خططكم التاليه قريبا او مستقبليا؟ عندنا كثير خطط مش عارف شو احكي لك. يعني عندنا ايفنت بالامارات، عندنا ايفنت ان شاء الله بشهر 11، لا شهر 10 سوري شهر 10 بس الطقس يصير حلو. عندنا كمان بلوج هلا كمان شهرين بخلص رح تطلع البلوج، رح تطلع بلوج عم نحسن اليوزر انترفيس تبع الويب سايت تبعنا، هلا كمان شهر او اخر الشهر الجاي بيكون ان شاء الله طلع. احنا كثير متحمسين على هذا الموضوع، كثير متحمسين لهنا يعني اكنه عم تشتري فستان جديد لبنتك يعني. وهذا هو اي ثينك كمان بعد 3 أشهر هيك اشي بصير عندنا تيم ممبرز. صح، بدنا طبعا نكبر التيم تبعنا، نكبر التيم تبعنا، لازم نكبر التيم تبعنا ولا رح نختفي.
شو النصيحة اللي بتوجهوها اليوم لرواد الأعمال الشباب والصبايا اللي مثلكم؟ في كتير نصائح، بس أنا إذا بقدر أعطي نصيحة، إذا عندكم إشي غير احكوا عنه للعالم، عشان العالم تعطيكم فيدباك، تعطيكم أجوبة نصائح. أنتو مفكر يعني كتير سهل الواحد يكون عنده فكرة، بس إذا ما بحكي عنها وما بفهم الناس إيش بدهم وإيش بحبوا وإيش ما بحبوا، فكرته بتقدر تفشل بيوم وليلة. فأنا بقدر أعطي نصيحة إنه إذا عندكم فكرة حتى لو هي صغيرة ما تخافوا، عشان الناس بهذا يعني بالشرق الأوسط بخافوا يحكوا فكرهم، بفكروا إنه الناس رح تسرقها. هلأ في competition، في هذا إشي طبيعي بالحياة، الناس تيجي الناس بتروح، بس إذا أنت عندك فكرة أو حدا عنده فكرة يحكي عنها، يجيب معلومات، عشان أحسن طريقة إنك تصيري تكبري فكرة أو تعمليها إشي ناتج وكبير، هو إنك تحكي فيها لناس وتفهمي إيش هم بيحكوا لك، ومنها تحسني وتطوري الفكرة. أنا إذا عندي advice أو نصيحة يعني من كل إشي نحن مرقنا فيه، يعني ما تخافوا وفكروا فكروا بطريقة كبيرة عن جد، ما تفكروا إنه بس تضلوا بهاي المنطقة. نحن يعني كتير عندنا ناس ذكية وشاطرين وعندهم فكر بتجنن بهاي المنطقة، فكروا كيف بدكم تطلعوا للعالم، كيف بدكم تبينوا الشرق الأوسط بطريقة كتير حلوة للعالم، عشان كتير في ناس عن جد they're inspiring، يعني ما بالإنسبايرينج عن جد بالضبط ملهمين، ولازم العالم تشوف هذا الاشي، يعني عشان العالم ما يعني لازم تطلعي وتفرجي ايش عندك وتفرجي للعالم انه ففكروا بطريقة كبيرة، فكروا بطريقة مش بس ببلدكم ولا بس بهاي المنطقة، لا اطلعوا لبرا وفرجوا الناس من ايش انتم معمولين. حلو حلو. اخر سؤال لألي، انا ناسا، شو السر ورا الاسم؟ هو الاسم عربي، هاي اول يعني دائما بيسألوا لنا بالأجنبي إنه إيش معناه بالعربي، ممنوع نترجم لهم. بس أنا ناس فعلياً، أنا هو أنا كأنا بالعربي، وناس هو الناس، عشان الويب سايت هي بآخر اليوم هم الفنانين للشعب، فأنا للناس، فأنا ناس، وزدنا تا مربوطة بالأخير عشان إحنا بنتين ومنحب إنه تكون الويب سايت قدوة، أو منحب إنه إحنا نفرجي هذا الإشي الأنثى الأنثوي بالويب سايت، فهذا هو الاسم. حلو 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 كتير. طيب صبايا، ميرسي كتير لانه حكيتوا مع ومضى، شرب الطولي ودايما تكبروا، وشوفكم بعد عم تنتشروا بالعالم العربي اكثر وبالعالم ان شاء الله. ان شاء الله. باي باي باي. شكرا.